وزارة الأوقاف المصرية إنجازات تتوالى عاماً بعد عام بين تبصير الساجد وإعمار المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. الإشراف على بيوت الله ورعايتها التامة لتؤدي رسالتها على الوجه الأكمل كمركز للإشعاع الديني كان الهدف الرئيس لوزارة الأوقاف منذ عام 2013 بعد زوال حكم الجماعة الإرهابية. ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم عام 2014 أعطى لملف الإرهاب أولوية قصوى، فكانت المواجهة على الأصعدة كافة ضمنها الفكرية والدينية. مواجهة الإرهاب هي مواجهة الحقيقة مش أمنية فقط، هي مواجهة شاملة بتعتمد على أن احنا نحارب أو نكافح الفقر ونكافح الجهل، ويبقى في عندنا خطاب مستنير وخطاب ديني مجدد. فجاءت خطط وزارة الأوقاف لترتكز على تبصير الساجد وفي ذات الوقت إعمار المساجد. بيان صحيح الإسلام ونشر منهجه الوسطي السمح وإبراز قيمه الإنسانية والحضارية من ألزم واجباتنا. فعملت الوزارة على رفع مستوى السادة الخطباء والآئمة من خلال برامج التدريب المتنوعة، وصولاً بإنشاء الأوقاف الأكاديمية الدولية للتدريب لتكون صرحاً بكل ما تشمله من معنى في تدريب الآئمة من خلال متخصصين في شتى المجالات، وبرامج تعتمد على سبل التدريب العصرية المتنوعة وإكسابهم المهارات الدعوية والعلمية واللغوية والإعلامية وغيرها. على صعيد آخر، أصدرت الوزارة المنهج العام لخطب الجمعة الذي أوضح من خلال ركائز عدة حقيقة الدين القويم، كما وضعت استراتيجية تجديد الخطاب الديني على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، وذلك من أجل خدمة المجتمع ونبذ العنف ودعم مشروع الدولة ومع مراعاة متطلبات العصر ومستجداته. عملت الوزارة على نشر خطبة الجمعة أسبوعياً مترجمة إلى 18 لغة أجنبية. إضافة إلى لغة الإشارة. وفي إحلال وتجديد المساجد تأتي قصة نجاح الوزارة، فعلى مدار 6 سنوات وضعت الوزارة خطة متكاملة لإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد لأكثر من 2500 مسجد، بزيادة عن مثالتها من الأعوام السابقة تقدر بنحو 139%. تميزت خطة هذا العام بتصميم نماذج هندسية موحدة لبناء المساجد روعي فيها التناسب مع الأماكن والكثافات السكانية المختلفة وتقديم الخدمات المتكاملة. وبالتوازي مع عمليات البناء والتشييد والإحلال والتجديد يأتي فرش المساجد على أعلى المستويات ليكون بحق إعمار بيوت الله في الأرض مبنى ومعنى. المدارس القرآنية والعلمية نموذج تعليمي صاعد من الأوقاف من أجل غرس القيم الأخلاقية لدى النشء والشباب وتحصينهم من الفكر المتطرف، وبهدف توفير التعليم الديني الوسطي الآمن تأتي الأوقاف بسلاح تعليمي جديد لمواجهة الأفكار المتشددة. فقامت الوزارة بافتتاح 1050 مدرسة قرآنية و270 مدرسة علمية و2500 مكتب لتحفيظ القرآن الكريم وأكثر من 2000 فصل لمحو الأمية و32 مركزاً للثقافة الإسلامية منها 2 باللغات الأجنبية، إضافة إلى مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم. إقامة المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئاً كالنجوم. ومن أجل إعداد جيل متخلق بأخلاق القرآن مزود بآدابه ومهتد بهديه،
حرصت وزارة الأوقاف على إقامة وإنعقاد المسابقة الدولية لحفظ وتجويد وتفسير القرآن الكريم سنوياً بمشاركة متسابقين من مختلف دول العالم ومحكمين مصريين ودوليين، وذلك برعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تشجيعاً لأبناء الأمة الإسلامية بالالتقاء والتنافس على مائدة القرآن وتكريم الفائزين منهم في احتفالية الوزارة بليلة القدر في حضور السيد الرئيس. كما تأتي إسهامات الأوقاف في قضايا تجديد الخطاب الديني من خلال التأليف والترجمة والنشر للعديد من الكتب والمؤلفات الهادفة إلى التغيير النوعي في بنية الخطاب الإسلامي وأولوياته وإعادة صياغة أطروحاته وتجديد تقنياته وأنماط التعاطي مع المعرفة وتطورها من التلقي إلى التفاعل. منظومة الإسكان والعبور نحو المستقبل. قامت وزارة الأوقاف ممثلة في هيئة الأوقاف بإنشاء وتنفيذ عدد من مشروعات الإسكان المتنوعة بين استثماري واقتصادي واجتماعي بكل فئاته ودرجاته، فكان التنفيذ ليس مجرد آلية لتوفير مسكن آدمي للإنسان المصري، إنما نقلة نوعية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى نحو المستقبل، وفي نموذج غير مسبوق وبناء على توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، وزارة الأوقاف توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بمقتضاه تسهم الوزارة بمبلغ 330 مليون جنيه تتنوع ما بين مشروع سكن كريم ورفع كفاءة القرى الأكثر احتياجاً وتأثيث وحدات سكنية للأسر المحتاجة انطلاقاً نحو آفاق أرحب وأوسع. الأوقاف والمؤتمرات الدولية منصات للتواصل المباشر بين الداخل والخارج وبين 29 مؤتمراً دولياً عقدتها وزارة الأوقاف بحضور وفود العديد من الدول العربية والأجنبية. عملت من خلالهم الوزارة على رسم أهداف ذات رؤية محددة وفلسفة واضحة، وحملت رسالة إنسانية وفكرية وثقافية وعلمية. واليوم يأتي المؤتمر 30 بتشريفكم على أرض الكنانة لوضع رؤية فقهية عصرية في بناء الدول، فحقا هي مصر قصة ماض وحضارة أجداد وصوت تكبير يصدح صداه في الحسين. هي مصر التي تعيش اليوم حقبتها الجديدة، ترسم للغد حلمها القادم. فهل ما زلتم تسألون عن سر عشقها؟ يكفي أنها مصر.